بهدلونا بهدلونا عم تبهدلنا بهدل لبناني صار عم يكلوا له لقمته كانك اللي انا من زحلي مبتن اتبهدل مش عم طلع مصروفي انا عندي عائله ايجار بيتي 700,000 مرتي ما عمليه الديسك 7 سنين حكم فيها قالوا لها مع كل الرشتات وكل الفواتير وكل ما عندي لا ولد ولا طالد هاي ثاني وحده انا بتجوز مرتي ماتت بالقناص لما كانوا بحي بامري لما كان عم الحرب قبل ما تخلقوا انت وبقيت بلا مره وتوفت امي وتوفت بيي يعني مش شايف نهار انت مثل اختي هيك ما معي ساوي سناني بس بقبضوكي كلام وحياة مريم العذراء وانا بحكيها وبطلع على التلفزيون بهدلهم كلهم بالنواب والوزراء ومش بدعاهم من حدا غير من الله انا بطلع حرامية نصابين شنطرين قاعد الغريب على بحدنا وقاعدين عم يكلونا لقمتنا وتوري اكلك لقمتك توري على نبيان ولادهم بالمدارس بيقبضوا من المدارس وبيقبضوا من الدول وعايشين ولبناني قاعد بلا اكل وخواجه عون عدلي كانه عسكري انت رئيس جمهوريه يحكي خلصنا لك وحياه مريم العذراء يجوا على البيوت انا بدي اطلع على التلفزيون سكرت مرتي الباب علي بدي سبهم انشرهم بهدلونا بهدلونا عم تبهدلنا بهدل لبناني صار عم يكلوا له لقمته كانك قال لي شو بتضربه بالسكينة أو بتضربه بالعصا تلاقيه عم يسرق لك سيارتك بتفرج عليه قال لي أنا من زحلي مبتن اتبهدل شو بدك بعد؟ طلعوا على البيت لعندي وصوروا البيت إذا في كنباية إذا في تلفزيون من حرب ستة شو ما عم لحق الصراحة بدي دواء لمرتي 100 بالشهر دواء هيدا بدها تاخده للضغط ولا السكري وما فيها توقفهم كل الأمر وشو بدك لاقي طلع البراغي ولا شو بدك لاقي جراجي كيفو شفتيه أنا صار من 96 هون كده يا عمي بعملك شو مش عم بقدر ساوي أسناني شو رأيك لا بقدر أكل لوزة لا بقدر بأكل خيار أنت مثل أختي كنت 80 كيلو لايكة 80 كيلو شو رأيك وحياة مريم العذراء وريتني ما أوصل طيب على البيت عصرنا شهرين عم ناكل زعتر وزيتون إذا بتأمني أمني ما بشو قلت يعني مش يعني كل شيء غالي زينا من البنزورة يعني بيجي زبون لعندي أوقات مع أوفان بقول لي رشيد خذ خضرة هودي مني أنا عرفت كيف وبتصلح لي العربية فيهم وبتاخد شوية مصاري بيجي على البيت بدخن سدرس أرخص علبة دخان تنتين ما بنام واحدة ما بنام ثلاثة ما بنام وإذا بدكم بعطيكم رقمي ودقوا لي ساعة اللي بدكم قلكم معكم رشيد بعيطوا لي بريشة مرتي بتقول لي يا عمي قوم نام معلش يا رجال الله بدبرنا الله كذا قلت لها نجوتها قوم نامي لأنه بتاخذ دواء يا حرام بنيم الدواء بتقوم بتقول لي طلع الدواء لك يا عمي لا لا ما طلع الدواء مرتي أكبر مني بخمس سنين مبينة هي أصغر مني هيك جميل قدسيك اليوم ببخرهم السلامة اسمهم حتى بيجي على البيت بتقول لي جيب اغراض يعني ما تكتر يا رجال وكذا بقول لها نجوتها خلص ما عليك بتقول لك قوم سوي شيء على الزهر كنت ال 100,000 تعبي لك البيت كله لك 200,000 ما بيقدروا يجيبوا لك شيء لك والله مش سيين الحليب للاولاد يعني وهيدا شو اسمه الاكل الطيب ما فيك تجيب لحمه صرنا سنتين ما اكلنا كيلو اللحم المنيح ب 40,000 و 60,000 و 70,000 وأجار بيتي 700,000 بالشهر و 100 دولار بالشهر دواء لمرتي وكهرباء ومي وشو بدك بعد بدي قال لهم طلعوا بلبنان وشوفوا شو بنعمل لو فينا نفل منفل منفل من بلدنا فل شو بدي فل بدنا نعيش عنا عائله